عن أجواء رمضان هون بمنطقة الرمل الشمالي؟ الحمد لله الحمد لله والله كويس كتير الحمد لله. مشكر الله ونحمده، يعني ماشي الحال ماشي الحال. يعني العادات والطقوس الرمضانية بعدها مثل ما هي؟ إيه الحمد لله بدتكم، بس في شوية ضعف معروفة شوية يعني. هلأ هو الظروف صعبة كتير، بس اسمه شهر الخير والبركة يعني. الحمد لله خير وبركة وكل شيء فيه، ولكن بهالشهر هذا بيجي كل شيء. الحمد لله الحمد لله كويس كتير الحمد لله، بنشكر الله ونحمده. تحكي لي عن سهراتكم، عن الجمعة، عن اللمة. والله الحمد لله، هلا مثلا بنقعد نحن وجيراننا، كل واحد بنبعث لبعض اكل وشغلات حلوة، ايه وهيك شو ما اخذنا بنبعث لبعض، بنضحك بنمزح بنتسلى، ما احلانا. شو مائدتكم اليوم شو هي؟ نعم المائدة اليوم. المائدة اليوم بإذن الله ان شاء الله رز. هذا رز هذا لابد منه، ايوه رز عاملينه يعني مقلوب اليوم، مقلوب مع السلطات واللبن والحمد لله. شو اكثر شيء مشهور الاكلات هون برمضان؟ هلا يعني مشهور مثلا بنعمل سمبوسكا بلحمه، يعني هاي كانوا اولي يقولوا لي دوينات الفرس. سمبوسكا بلحمه، ايه بنحط معه كمان سلطات، بنحط معه شغلات هيك، ايه يعني السمبوسك، ايه هلا مشهور برمضان يعني. في بنعمل في كبه بعد ايام، مو كل يوم، كل شيء شهر بنعمل كبه. ألف صحة وهنا. الله يهنيك يا رب. الصيام وأجواء هيك عائلية، الواحد بيتسلى عند قرايبينه بعد الإفطار. طيب بعدنا محافظين إحنا على الطقوس والعادات اللي الرمضانية؟ هلأ في عالم محافظة على الطقوس وفي عالم لا، حسب بقى حسب كل حدا يعني. هلأ شايف الظروف صعبة والحياة صعبة يعني، والعالم تحسيها مهمومة، بس الحمد لله يعني. بس هلأ بشكل عام أكترية العالم أستهتم محافظة على هاي الطقوس. شو أكتر الأكلات المشهورة المساوية برمضان؟ هلأ أنا بحب الشاكرية أكتر شيء. بحب اللبن المطبوخ كتير، بحب ورق العنب، ايه بحب الفتوش، لازم يكون يعني بسفرة الإفطار. ضل موجود بطاطا مقلية، بحب هدول الشغلات، بس أكتر شيء ورق العنب كتير بحبها لهالأكلة. يا ترى بعدنا كمان محافظين على السكبة؟ ايه هي مثل ما قلت لك، هلا عائلات ايه عائلات لا. ايش اللي بيميز منطقة الرمل الشمالي رمضان هيدي السنة؟ كانت الأجواء حميمية هيك، في شيء اجتماعي حلو كان، هلا ما عاد في يعني. هلا صار الوضع انه كل مين ببيته وبحاله، ويمكن خجلان انه حدا يشوف شو عنده بالبيت، شو عم يطبخ او شو ايه هيك. يعني فما نقول انه العادات والطقوس الرمضانية خفت شوي. خفت كثير والله يستر على العباد. امين يا رب. شو ما قدتكم اليوم؟ اليوم والله عاملين يبرق، بس بلا لحمي. نحكي شو اكثر الاكلات او الحلويات المشهوره هون؟ ايه هلا مثلا اصابع بالقشطه، هذه باربات، مكسرات، عندنا قطايف هي معروفه برمضان، قطايف، كنافه بالجبن، كمان ماشي مزبوط برمضان هي والقطايف، ومشبك وعوامات وهالشغلات هي كلها. هاي الحمد لله الامور منيحه وماشي الحال. بالبيت كيف عم تقضوا اجواء رمضان؟ بالبيت الحمد لله أجواء كويسة، بتعرف طبخ وأكل و... ونعمل شوربة وهالشغلات هي كلها، يعني الأجواء الرمضانية يعني هي كل سنة يعني بالشهر بالسنة مرة، هي غير السنة كلها، ننبسط فيها كثير هذه الأجواء هذه. كل سنة بخير. كيف عم نقضي أجواء رمضان هون بالمنطقة؟ والله الحمد لله الحمد لله تمام. تحكي لنا عن طقوس العادات الرمضانية اللي عندكم. العادة والله الجمعة الحلوة، بنجمع حالنا وولادنا ونفطر سوا. يعني هي
هي احلى شيء بيميز برمضان. اي والله يا حبيبي. شو اكثر الاكلات معنا. شو اكثر الاكلات يلي عم تكون على المائده؟ مقلوبه هاي بالساحه، مقلوبه، الكفته هيك، الصفايح كذا هيك. معزومين لعندك اليوم يا ميت السلامه والله. شو اليوم شو مائدتك اليوم؟ مقلوبه. ان شاء الله الف صحه وهنا يعني. بعدنا محافظين على السكبه. نعم سكبه رمضان. ايه لجيراننا. نعم تبعتوا لبعض. ايه الحمد لله. تبعتوا لك؟ الحمد لله. اي والله. أكثر شيء هون بيميز المنطقة بأكلاتها أو برمضان بشكل عام، شو أكثر شيء بيميز هون؟ عندنا ليكي أكثر شيء البرغل بحمص، الكبة أحياناً هيك عم نعملها، بتعرفي صار ظروف غير أول يعني، هاي هي. عم نروح لعند بعض وعم يجوا عند جيران. كنا عند بنتي. كنا عند بنتي وعازمين ليكي لعنا. رمضان كريم. خليكي علينا وعليكم، ان شاء الله كل سنه بخير. اوقات بنعزم جيراننا حسب يعني والله مثل ما بعدنا لحد هلا محافظين على السكبه. عشو سكبه رمضان. لكان هي لابد يعني عنا. الله يجزيكم الخير ويجزينا وكله خير وبركه ان شاء الله. معروف رمضان بالخير وبالبركه. شو اللي بيميزه هيدا السنه لرمضان؟ والله الحمد لله هيك الجو يعني لا شوب ولا برد، يعني الحمد لله أجواءه هيك حلوة مريحة يعني الحمد لله رب العالمين. شو مائدتك اليوم تحكي لنا عنه؟ والله يعني شو بدي لك، فاصوليا يابسة، فتوش، رز بشعرية هيك يعني. طيب بشكل عام نحكي عن الأكلات المشهورة أكثر شيء برمضان. والله كل واحد مثل ما بيحب يعني، بتعرفي كل واحد بيحب شيء، بس الفتوش لابد عنه، الشوربة يعني شو بدي اقول لك، كل واحد بيحب شيء يعني، بتشتهي شغلة بتسويها مثل سجقات شغلات هيك مثل ما بتحبي بتسوي. طيب الطقوس والعادات الرمضانية بعدها مثل ما هي مثل قبل ولا اختلفت؟ لا الحمد لله، والله في عالم كتير اسا يعني مثل ما هي، حسب ظروفه كل واحد يعني، الواحد حسب ظرفه يعني شو بيكون ظروفه بقى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كتير يعني الجو حلو ومبسوطين يعني هالسنة كتير هيك. كيف عم نقضي أجواء رمضان هيدي السنة؟ كتير حلوة بس ما مثل قبل يعني، أخف شوي إن شاء الله تتحسن الأمور وترجع مثل ما كانت، يا رب ترجع أحسن إن شاء الله يا رب. يعني الطقوس والعادات الرمضانية ما بقيت مثل ما هي؟ لا ما مثل قبل، بس بتضم يعني إلى طقوسها وإلى قعداتها وإلى يعني إن شاء الله يا رب كن احسن. شو مائدتك اليوم؟ اليوم عاملين شاكري ورز. تفضلوا. تسلمي يا رب. هلا شو اكثر شيء يعني الاكلات المشهوره برمضان؟ الاكلات المشهوره يعني والله الواحد شو ما عملتي يعني طيب بهالايام كتر خير الله. عم تحضري قبل الافطار؟ اي والله الله يوفقك يا رب. شو مائدتك اليوم؟ والله ما قاعد مطبخ، باذنجان وبطاطا وهيك. اي والله ان شاء الله الف صحه وهنا يوفقك يا رب. الله يصحي بعد. عم تاخذي؟ والله باخذ خس وبقدونس ونعمل فقه وفتوش ونعمل صحه وهنا يا رب. الله يهنيك يسترك يا رب. كيف عم تقضوا اجواء رمضان هيدي السنه؟ الله الله يوفقك يا رب. الحمد لله من دفيش بهالايام الحلوه ان شاء الله. ان شاء الله اسمه رمضان الخير والبركه يا رب. ان شاء الله رمضان علينا وعلى الجميع ان شاء الله يا رب. امين يا رب. تحكي لنا عن سهراتكم، عن جمعتكم، علمتكم الحلوه. الحمد لله الحمد لله نحمد الله. الحمد لله بنسهر بنقعد بسيط شو ما نسوي غير والله بهالبيت، ما شغلي ولا عملي غير الاكل وقعدوا بهالبيت. اي والله. شو اكثر الاكلات يلي سويتيها هيدا الشهر؟ والله ملفوف، ورق عنب، هيك شغلات وشاي شو اسمه مقلوبي وخس وبقدونس وهيك. والله شو اللي بيميز رمضان هيدي السنة عن السنوات السابقة؟ والله الله جعله يعيد علينا الجميع بخير وسلامة. ولا والله رمضان بالأول أحلى بكتير بكتير هلق. لا والله لا والله هلق مثل الأول.